الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، وقد قال الله عز وجل الفجر والليالي العشر والشفع والوتر، أن أقسم الله ليس بصلاة الشفع الوتر، لا، بكل ما هو من مخلوقاته شفع زوجي أو وتر. زين. والشفاعة إذا جعلت الوتر أو الفرد زوجيا يقال عنك شفعته. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني هاي تكون شفاعة حتى لو يشفع إنسان لآخر في أمر الدنيا، أو الشفاعة يوم القيامة هي عبارة عن يضيف طلبه إلى طلب المشفوع له. ها، يعني واحد يقول مثلا اقبلني في هاي الوظيفة، هو يقول اقبلني في هاي الوظيفة، أنا أتي أقول اقبله في هاي الوظيفة، فطلبي أضفته إلى طلبه، هو يقول اقبلني في هاي الوظيفة، أنا شو أقول؟ جزاك الله خير، اقبله في هاي الوظيفة، فضمينا هذا لهذا. تبعتم؟ يعني ويوم القيامة كذلك الذي أثقلته المعاصي يقول ربي تجاوز عني، فيأتي الشافع يقول اللهم تجاوز عنه، فصار شفعا، فيضم هذا إلى هذا فيكون شفعا. فالذي يتوسط لغيره ليجلب له نفعا أو ليدفع عنه ضرا، كان يسقط عنه عقوبة أو غرامة أو شيء، ها يقول اعفو عنه أو يقول أعطه، لجلب نفعة أو لدفع مضرة، يضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، هذا اسمه إيش؟ شفاعة. واضح؟ طيب، يقول هنا واصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يعني اسم قد تكون في شفاعة سيئة، واحد يرتكب المنكر والثاني يقول إيش؟ اعفو عنه، أو واحد يطلب حراما والثاني يقول عطى عطى علشاني، هو يطلب حراما، ففي شفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا ولتؤجروا، الذي يشفع لأخيه بما ينفعه بما لا يخالف شرع الله عز وجل فيه أجر إذا احتسب الأجر والثواب. ويوم القيامة في شفاعات يشفع الناس بعضهم لبعض. الشفاعة نوعان، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة الخاصة والعامة هي عبارة عن إكرام من الله عز وجل للشافع، يريد الله عز وجل أن يكرم شافعا فيعطيه شفاعة أن يشفع، وتتم الشفاعة كما سأذكر الآن إن شاء الله، يعني بمشيئة الله ورضاه. فإذا رضي الله عز وجل وشاء لفلان إكراما له أن يشفع، قال له اشفع تشفع، اشفع تقبل شفاعتك. ولو شاء الله عز وجل مثلا لغفر لفلان بدون شفاعة، لكن هي إكرام من الله ها للشافع أن يشفع. تبهتم؟ إكرام من الله عز وجل. وذاك هنا التبس على أهل البدع، على عباد الأولياء يعبدون الولي يقول ليشفع لنا. أصل الشفاعة قل لله شفاعة جميعا، هي الشفاعة بيد الله عز وجل يكرم فيها الشافع. فإذا أنت ترجو شفاعة مثل النبي عليه الصلاة والسلام تسألها ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الله جل وعلا؟ تسألها من الله، واللهم شفع نبيك بنا، صح؟ ما تقول يا رسول الله اشفع لي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسمعك ولا يجيب دعائك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعو رسولي. ترغب في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ترغب في شفاعة الشهيد إن كان من أقربائك أو من الفرط، يعني اللي يموت صغيرا أو ساقط من بطن أمه وأنت أبوه، ترجو اسأل الله أن يقبل إيش؟ أن يجعله شافعا لك، لا أنك ماذا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام أو تدعو الرجل الصالح أو الولي أو نحو ذلك، وإنما تسأل الله عز وجل، أن الشفاعة بيده جل وعلا يكرم من شاء من عباده أن يشفع. واضح؟ هذه الشفاعة منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى لأهل الموقف، فإن هذه الشفاعة يعتذر عنها أولو العزم من الرسل، يعتذر منها آدم عليه السلام نبي مكلم، ثم يعتذر نوح عليه السلام أول الرسل، ثم يعتذر خليل الرحمن إبراهيم أبو الأنبياء، ثم يعتذر موسى عليه السلام كريم الرحمن،
ثم اعتذر عيسى بن مريم من أولي العزم الرسل نبي بني إسرائيل، كل من يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعد ولن يغضب مثله، لم يغضب منه قبل ولن يغضب مثله بعد. وآدم عليه السلام أكلت من الشجرة، ونوح عليه السلام يقول دعوت على قومي، وإبراهيم يقول كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، يعني فيما يفهم الناس أنه كذب، وما كذب وإنما قال كلاما أفهمه الناس بأنه خلاف الواقع. وموسى عليه السلام يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وعيسى لم يذكر له ذنب، لكن ما يرى أيضا نفسه أهلا لأن يكون هو الشافع لجميع البشر، أن يبدأ الله بفصل القضاء، إنما هي هذه الشفاعة لرجل واحد، ها هو سيد ولد آدم، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى بن مريم إذا انتهت إليه وأتوا الناس جميعا يقول لهم اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ألا تشفع لنا، ألا ترون ما نحن فيه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. فيزدهى إكرام من الله له عليه الصلاة والسلام، عساني يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود إلى الشفاعة العظمى، يزدد الله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسن في الدنيا، فيقول ارفع رأسك سل تعطى السل، ها اشفع تشفع. فإذا رفع رأسه وقال أمتي أمتي، الأمة اللي فيها وما فيها من المخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها مع ذلك ما ينساها في هذا الموقف العظيم رسول رب العالمين، فيقول أمتي أمتي. وفي شفاعة أخرى خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا يشفع لعمه أبي طالب، شفاعة يخفف عنه العذاب، لأن الكافر ما تنفع الشفاعة، فما تنفع شفاعة الشافعين إلا عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، يعني يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فيخفف عنه العذاب. واضح؟ هذه خاصة أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أحد يشفع لكافر فينتفع من شفاعته، كما أنها خاصة من بين الكفار لأبي طالب هو الذي ينتفع فقط بعد ما يخرج من النار، لكن يخفف عنه والعياذ بالله. فهذا أيضا خاصة. في شفاعة أيضا قد تكون بعد تسمى شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن يتقدم أهل الجنة قبل يدخل الجنة فيأخذ حلقة باب الجنة فيقعقع الباب، فتقول خرجت الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، ترى رسولنا ربه رفعه الله عز وجل، ألم نشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك، رفعه الله عز وجل، لكنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فنشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. واضح؟ هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم على شفاعة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، للملائكة، للصالحين، للشهداء، يأذن الله لمن يشاء ويرضى فيشفع الشافعون. النوع الثاني العامة. ما معنى العامة؟ يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، الحديث رواه أحمد. هذه حديث كما يقال حديث الجهنميون أو حديث الجهنميين، يعني هؤلاء يقال عن الجهنميون لأنهم بالأمس كانوا في النار فخرجوا إلى الجنة، لا يعيرون بأنهم جهنميون وإنما يذكرون بنعمة الله أن بالأمس كنتم في جهنم واليوم في الجنة. أحاديث ليس حديث واحد، ومنها ما هو في الصحيحين أن أقوام يخرجون من النار. واضح؟ طيب. قال ابن كثير في النهاية، وهذا إسناد صحيح. إيش يعني في النهاية؟ في كتاب اسمه ايش البداية والنهاية لابن كثير. نعم. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه، وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين،
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. متفق عليه. طيب، طبعا الحديث صحيح وصريح متفق عليه أن حتى الملائكة يشفعون، والنبيون يشفعون، والمؤمنون يشفعون، كل ذلك إيش؟ بإذن الله عز وجل ورضا. تمام. قال ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، يعني ما في سبب لأن يعفو الله عن هؤلاء، أعمالهم قصرت بهم، معاصيهم كثيرة، ما أصابهم بلاء كفر ذنوبهم، ما نفعهم دعاء أخوانهم لهم بالمغفرة في الدنيا والصلاة عليهم صلاة الجنازة، ما حصل لهم شيء من موانع دخول الجحيم فدخلوا النار. يأذن الله لمن شاء أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال شعيرة من النار. بقي أناس ما حصل لهم من هذا الشيء كله. فالله جل وعلا يقبض قبضة من النار، يعني يقبض من أهل النار قبضة. هالقبضة طبعا حتما قطعا ليست عشوائية ويخبط إيش يعني يخرج منها من كفار وطواغيت، لا لا لا، وإنما الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فيقبض من أهل الإيمان من التوحيد قبضة، فلم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما صاروا مثل الفحم. يخرجون، جاءت بعض هذه، أنه يلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي إيش؟ البذور الدقيقة جدا، مش الحب، حبة، وهذه رشة مطر تنبت على طول، هكذا ينبتون سريعا فيدخلون الجنة بفضل الله عز وجل.